يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمانة تجر الرزق والخيانة تجر الفقر. إذا كان الإنسان أمينا سيرزقه الله عز وجل بأنواع الرزق المختلفة، حبا في قلوب الناس، رزقا في المال، رزقا في الصحة، رزقا في العلم، رزقا في الكلام، رزقا في القبول. أيا كان هذا الرزق ليس مشترط أن يكون المال فقط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فجزء من أهل النار سيدخلون بسبب صفة واحدة تسمى صفة الخيانة، بل إن عقوبة الخائن تكون في الدنيا قبل الآخرة. فالخائن حتما سيعاقب في الدنيا، كما أن الله عز وجل يدخر له جزءا من العقاب في الآخرة.